تاني تيست معانا هو هيت كواجوليشن تيست. بنستخدم التيست ده فور ديتكشن اوف بروتين ان يورين. تمام، بنعمل التيست ده ازاي؟ بنملى تلتين الانبوبه 2/3 اوف ذا تيوب وذ يورين سامبل. بنملى تلتين الانبوبه بعينه اليورين وبنبدا نسخن التلت اللي فوق ده. تمام، وبنشوف يحصل ايه. نبدا نسخنه لمده دقيقتين. المفروض نورمالي انه العينه ما بتحتويش على بروتين، فبالتالي كل ما بسخنه بيغلي بس وما يعملش حاجه. طب لو العينه بتحتوي على بروتين، بنلاحظ انه بيتكون معانا حاجه اسمها وايت كواجولان اللي هو شبه بياض البيض، حاجه كده بتتكون، هي تجلطات خفيفه كده اسمها وايت كواجولان. العينه دي عندي بتحتوي على بروتين، فبالتالي بتكون فيها التجلطات البيضاء. لو عايز اشوف التجلطات البيضاء دي اكتر، بدلق الانبوبه في الحوض، ببص كده على جدار الانبوبه، بلاحظ انه فعلا الجزء اللي كان متسخن بدا يحصل فيه وايت كواجولان، والجزء الثاني اللي ما اتسخنش ما فيهوش حاجه. فمعنى كده ان العينه دي بتحتوي على بروتين. طيب لو خدنا عينه فري ونسخن برضو التلت اللي فوق من العينه ونشوف، هلاحظ ان الدنيا هنا بدات تغلي معايا بس ما تكونتش الوايت كواجولان، فبالتالي العينه دي ما بتحتويش على بروتين، مفيش اي حاجه اتكونت وجدار الانبوبه كلير معايا. تمام، هبص هنا على الفرق بين الانبوبه دي والانبوبه دي. الانبوبه دي بقول عليها بوزيتيف فور جلوكوز والعينه دي بقول عليها نيجاتيف، سوري، بوزيتيف فور بروتين والعينه دي بقول عليها نيجاتيف فور بروتين، وده برده هو النورمال عندي انه اليورين سامبل ما بتحتويش على بروتين.